اهدي. انت مجنون يا دي، انت هو اللي ايه؟ وسع! معلش يا اخوي، حجك علي، بس اذا كان وكل الحج عندك سهل فعادي لما الدم يبقى ميه. تجد اللي انت بتعمله ده يا حسن، لم الرجاله دي وامشي. انت مش هتطلع من البيت ولا هتعتب براه الا لما اخد حج كامل ويجي الحد عندي تحت رجلي ومعاه كمان تعويض عن اللي انت عملته. وكريم ما تطلع برا البيت دلوقت. معلش سامعانا يا كريمه؟ الواد ده جاني يا حبيبي، انا عارفه ايه اللي رجعه. انا تعملي معايا كده؟ يا مروان، ايه يا حبيبي، ما تعملي يا وائل بعقله. وراح مت عمي عبد الله لا هتندمي وتتمني تبوس الايد. خلاص رايح فين يا مروان؟ بعدي. لا لا اهدى يا حبيبي، اهدى يا مروان. عشان خاطري يا بابا، عشان خاطري ده اخوك. بعدي عني. اخلص يا وليا. يا وليا ولا كلمت يا وليا؟ بعدي. اجري، ربنا يولع فيكم كلكم بجاز. يا رب يطخوا بالنار والتاني يمسك في زمرة رقبته. يا رب تحرقهم بجاز يا رب. هقتلك يا حسن. لا لا، هتموتوا بعض، هتموتوا بعض. لو هتموتوا بعض يبقى موتونا انا الاول. ايوه اموت انا واللي في بطني احسن ما يجي الدنيا ما لقيش ليه لا اهل ولا عزوه. موتوني، ما عايزاهوش يجي. في لاجي الناس تعايره باهله، تقول له يعني ناسك قتلوا بعض عشان الفلوس، يعني دمكم رخيص. حسن، لو اخوك دمه رخيص عندك يبقى اقتلني انا الاول، وانا مش عايش واشوفكم بتموتوا بعض. يلا مستني ايه؟ اضرب. مفيش صانع باللي بينه وبيني يا عمتي. امال مين اللي ليه صالح؟ مين اللي ليه صالح؟ انا عمتكم، أنا اللي ربيت، أنا اللي شلت، أنا اللي استنيتكم لحد ما تكبروا عشان أفرح لفرحكم وأحزن لحزنكم.